تعادل الاهلي وصن داونز بدون اهداف في شوط اول شوط الاهداف المهدره. سيطره واستحواذ والخطوره على المرمى من جانب النادي الاهلي. الصن داونز يتحكم في الكره في الثلث الاخراني ولكن بدون خطوره على مرمى الشناوي. لو بصينا على الاهداف المهدره الشوط الاول تقترب من 4 أو 5 اهداف. ركله جزاء لعلي معلول تصدى لها الحارس وثلاث كور لكهربا في السكس يارد صادفوا فيها سوء توفيق في كورتين وكره ثالثه حب يلعبها برجله اليمين ولكن طلعت بره المرمى. شوط كان من الممكن النادي الاهلي يتغلب على صن داونز على الاقل 4-0. هنروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل غير مستحق. شوط اول للنادي الاهلي حقيقه زي ما احنا تمنينا واسلوب الضغط اللعيبه عملوا اول شوط الحقيقه 10/10 يعني، وحظك العاسر وعدم توفيقك في انك انت تحرز اكتر من هدف يعني. كان واضح بالنسبه لنا احنا ان الفريق ده لما فريق محترم جدا لما بتضغط عليه ما بيقدرش يلعب الكره الحلوه بتاعته، انما طول ما انت ضاغط عليه ما بياخدش حريته في الملعب زي الحريه اللي انت اديتها له في مباراه الاياب يعني. ف انا شايف ان اللعيبه عملت اللي عليه كلها كويس قوي، كل اللعيبه الحقيقه ما فيش حد اثر باستثناء عدم توفيق علي معلول في ضربه الجزاء يعني. فانت لو هتلعب بالشكل ده وهتقدر تكمل بالشكل ده اعتقد انك انت باذن الله هيكون الحظ حليفك في الشوط الثاني. يمكن ربنا بيحضر لنا حاجه احلى باذن الله في الشوط الثاني يا رب. وهنتكلم ونقول على التغييرات والحاجات دي، وعندنا ورقتين كويسين ثلاثه بره يا رب لو هنستعين بيهم نوظفهم صح. يا رب لو هنستعين بيهم يتوظفوا صح. يعني انا شايف نفسي ان بيرستاو ده يخش لجوه ورضا سليم يبقى بره وحسين الشحات وراء امام عاشور، ده هيبقى شكل هجومي 10/10. في وقت من الاوقات هتحتاج تمسك الكره شويه وتنزل قفشه ويقدر يعمل امدادات للشكل ده والتكوين ده. يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء تبقى الله. بس اول فرقه محظوظه شويه في اول شوط وزي ما قلنا الضغط عليهم في ال 18 بيولد اخطاء كتير جدا. صحيح. وحارس المرمى النهارده مهزوز اهتزاز مش قادر يمسك الكوره يعني. صحيح. لانك انت على طول محسس له بالخطر جوه المنطقه. صحيح. كابتن اسامه، شوط اول استحوذ فيه النادي الاهلي على مجريات الامور، يمكن كان الاقرب طبعا واضعنا فوزا سهلا خلال الشوط الاول. اولا جهد كبير جدا مبذول من اللعيبه يعني طوال ال 45 دقيقة كميات جري عالية جدا. صحيح. ضغط بشراسة في كل حتة في الملعب، يعني ما تحسش ان حد مقصر، بيحاولوا بكل الطرق ولكن هي بس عايزة توفيق طبعا، ما فيش شك الكرة محتاجة توفيق يعني، لكن برضو عايزة تركيز في حاجات. يعني حسين الشحات عامل جهد كويس قوي بس لسه الجزء الأخير تصرف شوية، التمريرة بتبقى زيادة. صحيح. إن عايز رقص تتقطع منه، يعني عايزة تركيز شوية. علي معلول واضح جدا طبعا انه علي معلول طبعا من افضل لعيبه في السنوات اللي فاتت، ولكن واضح تاثير ضربه الجزاء عليه. مزبوط. يعني تحس ان هو حزين، المفروض خلاص يطلع من النقطه دي لانه هو بيعمل كرات عرضيه المفروض خطيره، بيعمل تكمله كويس في الناحيه الهجوميه بس تحس ان هو متاثر بالهدف. بيرستاو عامل جهد كبير جدا، اكرم توفيق عامل جهد كبير جدا بالذات في النواحي الدفاعيه، يمكن تاثيره الهجومي مش كبير لكن بيرستاو عامل جبهه ناحيه اليمين، خاصه ان هم بيلعبوا ايمن ما بين ثلاثه احيانا واحيانا تلاقيهم اربعه يعني لانه في مشكله
هو عنده عبد المنعم ابو طويل ده اللي هو 13 ومفاله وكوتزي وكيكانا. عبد المنعم طويل تلاقيه ضامم لجوه مظبوط، ومديبه اللي هو في نص الملعب هو ساعات يبقى يرجع باك ليفت وساعات يخش ديفندر، يعني بيسيبوا الطرف الجانب اليمين ده. انا طبعا مع شريف انه رضا سليم هيبقى مؤثر قوي، بس بيرسي تاو برضه عامل جهد كبير قوي ناحيه اليمين بصراحه. يعني عامل جهد كبير، فهي هنحتاجه اكيد بس مع الوقت يعني. لكن هي بس عدم توفيق، وبس عايزه شويه تركيز في استغلال الفرص. صحيح. لازم. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. يعني هو شوط كويس للاعبي النادي الاهلي، لكن اضاعت الاهداف كتير قوي. يجب انك انت ما تضيعش وقت في الشوط الثاني، لازم تنزل بتغير من البدايه. انا وجهه نظري يعني اقدر اقول لك لازم تغير طريقه اللعب وتغير كمان مجموعه لاعبين. تغير كهربا وتنزل عبد القادر، وتغير مروان عطيه وتنزل رضا سليم، وترجع تلعبهم بنفس طريقتهم اللي هي 3-4-3 بمنعم ورامي واكرم يبقوا في السرد باكات، ناحيه اليمين يبقى حسين الشحات، الاربعه في وسط الملعب حسين الشحات وديانج وامام وعلي معلول ناحيه الشمال، والثلاثه اللي قدام عبد القادر وتاوي يبقى في القلب، ورضا سليم يبقى يمين. ان اردت انك تكسب فرقه زي دي فيها تمركز لازم تلعبها بالسرعات، وهم دول من السرعات. ما ينفعش تلعب معاهم بالمركزيه كهربا كراس حربه، لاني الفرقه دي بتعرف تتحرك، الفرقه دي بتعمل زياده عدديه، الفرقه دي هتعمل هجمات مرتده كتيره. لو انت لعبت بسرعات قدام هيخافوا وهيقفوا، لو لعبت بالمركزيه دي هيهاجموك كتير ويعملوا هجمات عليك كتير قوي، هيبقوا عندهم خطوره كتير. فلازم من بدايه الشوط الثاني التغيير يحصل ويتم من وجهه نظري زي ما انا قلت الاثنين، وتلعب 3-4-3 والثلاثه السرد باكات زي منعم ورامي واكرم، والاربعه انا اتعمدت ان انا احط حسين ناحيه اليمين قدامه رضا سليم. حسين لعبها كتير قوي، لعب بكرايت كتير احيانا كتير، لكن بيلعبها دلوقتي في وسط الملعب، بيلعب في الاربعه بتاع نص الملعب اللي هو ناحيه اليمين وعلي محلول ناحيه الشمال وديانج وامام، والثلاثه اللي قدام تاو ورضا سليم وعبد القادر. كابتن بلال، شوط تفوق فيه النادي الاهلي، عمل كل حاجه في الكوره الا احراز الاهداف. شوف يا كابتن، احنا جيل الاهلي حوالي اربع فرص حقيقيه، تمام، اربع فرص حقيقيه تقريبا فيهم ثلاثه خطا من حارس المرمى، والكره اللي اتلعبت من امام عاشور لكهربا اللي اتلعبت من التشيب باس من فوق للمدافعين وراح كهربا يعني اساء استغلالها يعني. ده بيوحي بايه يا كابتن؟ ده بيوحي إن عمليه الضغط اللي انت نفذتها وقمت بيها في اوقات كتيره في الملعب واضح تاثيرها على لعيبه صن داونز. بمناسبه تاثيرها، هل المجهود البدني اللي قام بيه لعيبه النادي الاهلي الشوط الاولاني ممكن ياثر على ادائهم البدني الشوط الثاني؟ وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. فبالتالي اكيد المدير الفني حاطط في ذهنه ان هيكون في تغييرات، مليار في الميه هيكون في تغييرات الشوط الثاني، ممكن تبقى من دقيقه 60 من دقيقه 70 من ممكن زي ما قال كابتن عادل من شويه، ممكن يبتدي يدي ما بين الشوطين كمان يغير في الاداء. بس هو الفكره كلها كابتن 0-0 نتيجه تقلق المدير الفني شويه. تقلقوا ازاي؟ انت النهارده الفرقه دي بتعرف تستلم وتسلم تحت ضغط بشكل كويس جدا، بس بدون خطوره على مرمى الشناوي حتى الان. هم مفيش خطوره، لكن هل هم خطر؟ هم خطر. خد بالك، فالنهارده هل كولر هيشيل واحد من الميد فيلدر دلوقتي في الوقت الحالي، تمام، ويفضي نص الملعب شويه على حساب الحته الدفاعيه؟ اعتقد انه يقلق في التوقيت يعني. ده لو في اخر الشوط الثاني، انا بتكلم دلوقتي يا كابتن حالي. لا حاليا الحال ما بين الشوطين، هل ممكن يعمل كده؟ اعتقد كولر ممكن يقلق من الحته. بس انا اقلق ليه؟ انا لازم اخد الريسك، انا لحد دلوقتي النتيجه مش في صالح. لا لسه الجيم في الملعب، مليار في الميه. بس خد بالك، في مدير فني يقول لك يا كابتن ايمن انا عندي 45 دقيقه يا كابتن، تمام، انا مامن لحد مثلا الدقيقه 70. خد بالك، انت عملت كده في الوداد هناك. ايوه، أمنت 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 لما جه في الجول، تمام، ابتديت الدقيقة 75 تاخد الريسك، ابتديت خلاص خلاص يعني، فاهم قصدي؟ بس أنت خدته لما نزلت لعيب يقدر يغير لك. يا كابتن طبعا زي قفش. طب ما هو أنت صح، هي الفكرة مش هتغير مركز بمركز. أيوه، أنت بتغير دلوقتي طريقة. طريقة لعب كويس. بتغير طريقة لعب، بتغير كمان فكر واستراتيجي جوه الملعب كمان. يعني أنت النهاردة عايز تشيل مروان، تمام، وتحط مكانه لعيب تاني. تحط مكانه مين؟
كابتن كلم قال لك في ثلاث لعيبه بره ممكن تستخدمهم. انا على فكره انا معاك كابتن علي في الحته دي تماما. انا شايف ان الدور الاساسي لمروان في الملعب انه عامل زحمه في الحته الدفاعيه، يعني عامل لك ايه؟ عامل كثره عدديه في الحته دي. تمام؟ هل ممكن تستغنى عنه؟ ممكن تستغنى عنه طبعا وتلعب واحد تاني يكمل في الحته الهجوميه، وده هتحتاجه على فكره لو ما سجلتش هدف في اول 10 دقائق. صحيح. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.